بنرحب بكباتننا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن اسامه عرابي. اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا كابتن ايمن. اهلا بيك كابتن عادل مصطفى، منورنا كابتن. حقيقه كابتن ايمن اهلا بحضرتك. كابتن هاني العجيزي، منورنا كابتن هاني. كابتن اسامه، طبعا حضرتك عاصرت كابتن خطيب سنوات كتير جدا، وحابب اكيد تقدم له تهنئه بمناسبه عيد ميلاده. طبعا كل سنه والكابتن محمود الخطيب يعني اسطوره الكره المصريه بخير وسعاده، وكل الاسره بخير وسعاده. كابتن الخطيب علاقتي بيه من موسم 82 وانا في النادي الاهلي. ده اول سنه ليك في النادي الاهلي؟ لا 81. بس 81 كنت تحت 20 سنه. ايوه. كنت طبعا لسه ما فيش علاقه يعني مباشره، لكن من 82 ابتديت العب في الفريق الاول، والعلاقه ابتدت بقى من هنا. من 82 حتى الان يعني عاصرته لاعب، ولعبت معاه حوالي 5 سنين، ويمكن في الربع ساعه الاخيره او تلت ساعه الاخيره اللي هو لعبها موسم 87 اللي خدنا فيها بطوله افريقيا، انت طبعا جبت فيها هدف. كانت من احلى الاوقات الواحد لعبها في كره القدم. والربع ساعه دي يمكن انا وعلاء ميهوب وكل اللعيبه اللي كانت في الملعب لعبنا كره حلوه جدا لما هو نزل الكابتن الخطيب، فكانت اخر وقت لعبت فيه معاه يعني. لكن من 82 ل 87 لغايه لما هو خلاص عصرته لاعب، ثم مدير للكره في التسعينات مع كابتن شوقي عبد الشافي والكابتن شطه والكابتن صفاء عبد الحليم، كان مدير كوره، ثم عضو مجلس اداره. طبعا انا متواجد وفي سواء لاعب وبعد كده في الفريق الاول كجهاز فني، ثم نائب رئيس مجلس اداره النادي، ثم الان رئيس. فالعلاقه ممتده الحمد لله من 82 حتى هذه اللحظه. طبعا عشت معاه اوقات كتيره جدا يعني حلوه، ولي كتير من المواقف يعني عشتها معاه وانا بلعب، ومواقف كتيرة يعني، منها مثلا موقف وفاة والدي يعني كان سنة 84 الله يرحمه. كنا بنلعب مباراة أسك أبيجان، وكنا بنلعب في القاهرة وكسبانين 3-1، والدي توفى أثناء المباراة. فأنا من عادتي إن أنا بحب أهزر وكده وأضحك، اللعيبة كلها أصحابي جم وقالوا للناس يعني حواليه ما عدا انا مش عارف. فبهزر في الاوضه وكده وبتاع، وانا ما كانش لسه عندي عربيه. ف بقول لهم ايه ده، انا بسلم عليهم وبهزر معاهم وبتاع، ما لقيتهم كلهم صورتهم غريبه يعني. بس انا مش فاهم حاجه. فكابتن الخطيب بقى قال لي انت رايح المنيره؟ قلت له انت المنيره مكان سكن اللي انا متربي فيه. انا ما كانش عندي عربيه لسه. قال لي طيب تعالى اوصلك يعني. فخدني لغايه البيت، وبقى في الطريق ابتدى يمهد لي. فهمت يعني قبل ما اخش على البيت على طول ان والدي توفى يعني. فمن المواقف طبعا اللي عشتها معاه وانا لاعب يعني، طبعا غير المواقف اللي حصلت بقى واحنا لعيبه، او بقى في بعد كده وهو عضو مجلس اداره او مدير كوره او اداري. فطبعا كل سنه وهو طيب، وربنا يديله الصحه والعافيه ويكرمه باسرته يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل الرحمن، حابب تقول ايه للكابتن محمود الخطيب؟ اولا اقول له كل سنه وحضرتك طيب، وانت اسعدتنا كتير ولسه بتسعدنا كتير برضه، وهتسعدنا اكتر برئاستك للنادي الاهلي. ولكن كابتن محمود الخطيب لو حبيت تتكلم عليها انت عايز حلقات وحلقات وحلقات عشان تتكلم عليه، دي حقيقه يعني. انا يمكن دائما كنت بقول افضل من لمس الكره في مصر، ده من وجهه نظري انا يعني. كابتن محمود الخطيب كان بيمتعنا، ويمكن احنا كنا طلعنا كنا صغيرين كنا بنتفرج على النادي الاهلي، وكنا اول حاجه بنشوفها الكابتن محمود الخطيب. حتى كمان يمكن زي ما الكابتن اسامه حكى، انا ليا موقف، ويمكن موقف كان جميل. اول مباراه ويمكن انتوا هتفتكروه، كان في عندنا فتره اعداد في يوغوسلافيا، وانتوا كنتوا هتلعبوا المباراه. الفريق الاول كان هيلعب المباراه الصبح ومباراه بعد الظهر كان مع الحرس الوطني السعودي، انا فاكر كويس قوي. واحنا كنا عندنا 16 سنه، فالكابتن انور سلامه كان المدرب، فقال لنا انا ما تتمرنوش، خليكم قاعدين عشان تقعدوا احتياطي بعد العصر. كنت انا وهاني رمزي وعمرو انور وعبد الجليل
وعصام ربيع والجيل ده كله، وحمد يونس واحمد حموده واحمد حسين، مش عاوز انسى حد. فكابتن الخطيب كان لعب الصبح، فالاستاد كان مليان، استاد التيتش كان مليان، فقال انا عايز العب شويه، قال للكابتن انور يمكن عاوز يلعب شويه نص ساعه ولا حاجه. فكابتن محمود لما طلع، انا احنا صغيرين احنا لقيناه قاعد جنبنا في الدكه، فانت خفت بقى طبعا، لدرجه ان هو الكابتن انور قال له سخن وخد الولد ده معاك، وما كانش يعرفني ساعتها، بيقول لي انت اسمك ايه، وخدني وسخنا ونزلت، حتى نزلت لعبت معاه كده ربع ساعه، وبعدين جبت هدف وسافرت معاك ليوغوسلافيا تاني يوم في فتره الاعداد. دي البدايه اللي، لكن كابتن محمود بقى كمل شويه، انا كنت مقيد معاكم في افريقيا في البطوله اللي كابتن اسامه اتكلم عليها، وكنت بتمرن معاكم، ولكن ما لعبناش كتير، كنت انا وهاني وعبد الجليل وعمر كنا مقيدين، ولكن ما لعبناش، وتوالى الامور ومسك مدير كوره كابتن، وكنا احنا لعيبه معاه يعني، علمنا حاجات كتير وبنتعلم منه حاجات كتير، واحنا بنبقى سعداء جدا لما يبقى رئيس نادي شخصيه زي شخصيه الكابتن محمود، وبقول له كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله تبقى افضل وافضل وافضل، وربنا يكرمك وصحتك تبقى كويس تمام يا رب ان شاء الله. كابتن عادل، حابب تقول ايه كابتن محمود الخطيب الناس بتعيد ميلاد؟ طبعا بقول له كل سنه وانت طيب، ودايما متالق في كل مجالاته وفي كل حاجه بيعملها، وصعب جدا، صعب انك تفضل محافظ على نجوميتك دي فتره طويله. النجوميه بيبقى ليها وقت، وبتطلع وتنزل وبتختفي شويه وبتروح وتيجي، بس في ناس نجوميتهم ثابته، يعني كابتن خطيب من الناس دي، من نجوميه وانت بتلعب، نجوميه وانت مدير كوره، نجوميه وانت نائب رئيس نادي، نجوميه وانت رئيس نادي، دي حاجه صعبه، مش حاجه سهله، خلي بالك مش حاجه سهله خالص. احنا عندنا ممكن تلعب سنتين وتقعد شويه بعد كده الناس تفتكرك تاني، لا ده حد من شوف من حاجه و30 سنه هو موجود ونجم ومتصدر المشهد طول الوقت، هو بيذكر لوحده في حته في منطقه لوحده طبعا، ودي حاجه طبعا دي حاجه من عند ربنا، ده حب من عند ربنا. بالنسبه لي انا كان مواقف شخصيه في بطوله 2003، كان عندنا كنا خسرانين دوري، وكابتن خطيب الجهاز مشي، وكابتن خطيب جه مشرف عام على الكوره مع كابتن فتحي مبروك، هو اللي مسك الفرقه، وكملنا بطوله كاس مصر، وانا كنت موجود، كنت بلعب في الفتره دي، وسجلت كذا هدف في البطوله وفي افريقيا في الوقت ده. كان من اكتر الناس اللي داعمين ليا ان انا بلعب، انا لعبت في مكان في مش مكاني، انا كنت اصلا لعيب نص ملعب، ولعبت باك رايت الماتشات كلها. ويمكن هو كابتن فتحي من الناس اللي يعني هو اللي كان على طول بيدعمني في الفتره دي. وفي قبل البطوله دي ما تخلص كان جات لي اصابه، دي الاصابه اللي مشيتني من النادي، الاصابه اللي كانت سبب ان انا امشي من النادي، كان جالي اصابه كبيره، وبعد مباراه كان عندنا مباراه في اسكندريه، وهو كان موجود معانا، وكان ماشي ورانا، كان ماشي معانا في بعربيته يعني، وكان كل شويه بيكلمني في الباص يعني عملت ايه، حطيت ثلج، عملت ايه. فانا كان عندي مشكله في رجلي، حطيت ميه سخنه والامور باظت شويه، رحت المستشفى الساعه 5 الفجر. الساعه 5 الفجر كابتن خطيب كان معايا في المستشفى، فضل قاعد معايا من الساعه 5 لغايه صلاه الظهر، لغايه ما عملت رنين مغناطيسي على رجلي. ده موقف من المواقف الانسانيه اللي انا يعني هو مش مجبر ان هو موجود فيها. وانا عامه الحاجات دي بعيد عن نجوميه الكوره، الحاجات دي ليها مواقف مختلفه تماما. فانت لما يبقى نجم زي كابتن خطيب موجود معاك من الساعه 5 الفجر للساعه اللي كان يوم جمعه، لغايه بعد ما عملت رنين مغناطيسي بعد صلاه الظهر، موجود معايا في جنبي، قاعد في جايب كرسي وقاعد جنبي في الاوضه، فدي من المواقف اللي ما تتنسيش طبعا، و بشكره عليها. ودايما هو يعني كابتن خطيب انسان قبل ما يكون نجم كبير، انسان وخلوق وراجل الناس كلها بتتعلم منه يعني. فكل سنه هو طيب، ودايما بصحه وسعاده وسلام، ودايما محافظ على نجوميته يعني. كابتن هاني، حابب تقول ايه للكابتن محمود الخطيب عيد ميلاده؟ طبعا كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمود. يعني انا ممكن ما اتقابلتش مع كابتن محمود كتير، لكن قد ايه هو بشخصيته مأثره فيا فعلا، لان كابتن محمود شخصيه قامه كبيره جدا، وشخصيه محترمه جدا، والناس كلها بتتعلم منه يعني. الناس كلها حتى الولاد الصغيرين لما بيطلعوا من تحت يعني، انا كنت صغير وكنت بسمع عن كابتن محمود، ممكن ما كنتش اتفرجت عليه كتير، لكن الكلام السمعه اللي بتتقال او الكلام اللي بيتقال، السيره الكويسه،
والسيره الحسنه اللي كانت اللي كنا بنسمعها عن الكابتن محمود. يعني الراجل بصراحه يعني مهما نقول ونعيد عليه ما فيش ان احنا نقدر نوفيه حقه. طبعا راجل قامه كبيره جدا واحنا يعني كلنا فخورين ان رئيس النادي بتاعنا الكابتن محمود الخطيب. ده مش كلام بس والله، لكن دي فعلا دي حقيقه. انا عايز احكي موقف وحيد بس حصل مع الكابتن محمود، يعني هي مكالمه دقيقه تقريبا بالظبط او دقيقه ونص. ايام ما مشيت من نادي الزمالك وبعد كده رحت البلديه وقعدت 6 شهور، وكان في كلام ان انا ارجع تاني لنادي الزمالك والنادي الاهلي عاوزيني والكلام ده. فكان في اقاول كتير بقى ان انا رايح نادي الزمالك والكلام ده. فالكابتن محمود كلمني، كان عندي تمرين وخلصت التمرين ومروح، فلقيت رقم برايفت نمبر بيكلمني فرديت. فبيقول لي ازيك يا هاني حبيبي عامل ايه؟ قلت له الحمد لله. مين؟ قال لي انا الكابتن بيبو، كابتن محمود الخطيب بيبو. فانا مسكت الموبايل كده انا مش مصدق، انا كان عندي حوالي 21 سنه فانا مش مصدق. فطبعا من الخضه فسبت الموبايل شويه كده. بعد كده قلت له ايوه كابتن ازي حضرتك عامل ايه؟ قال الحمد لله. انا هسالك سؤال واحد بس وهقفل. قلت له اتفضل يا كابتن. قال لي انت عندك نيه ان انت تيجي نادي الاهلي؟ والله العظيم يا كابتن عامل كده بالظبط. قلت له اه طبعا ده شرف ليا يا كابتن، ويعني النادي الاهلي نادي كبير واي حد يتمنى ان هو يروح النادي الاهلي يعني. قال لي طيب شكرا وقام قافل. يعني هي دي المكالمه او الحديث اللي دار بينه وبينه. وفعلا يعني بعدها الكابتن عادل بكاي كلمني ورحنا قعدنا وخلصنا كل حاجه وانضميت للنادي الاهلي طبعا. ويعني دي كانت المكالمه دي يعني كانت لحد دلوقتي عمر ما هنساها، يعني هي دقيقه بالظبط لكن قد ايه مؤثره فعلا في حياتي. وقد ايه كابتن الخطيب طبعا يعني قامه كبيره وانا ببقى سعيد جدا لما بشوفه. يعني انا يعني اخر مره شفته كان في افتتاح استاد السلام وشفته هناك. يعني عارف يا كابتن ايمن كده يعني رئيس نادي عنده هيبه يعني، فاهم يعني حاجه كده يعني تبقى فخور ان انت واقف بتسلم عليه وانت بتتكلم معاه. طبعا الكابتن اسامه والكابتن عادل طبعا لعبوا معاه فاكيد ده شرف. كنت اتمنى ان انا ابقى موجود معاه في الملعب حتى يعني. لكن طبعا مهما نقول ونعيد الكابتن محمود الخطيب قامه كبيره جدا، وكلنا طبعا بنقول له كل سنه وحضرتك طيب ويا رب دايما كده السنه الجايه نشوفك احسن باذن الله.